معرفة الله عليك تفترض بأنه لا جوهر ولا عرض وليس يحويه مكان لا ولا تدركه العقول جل وعلا لا ذات يشبه للذوات ولا حكت صفاته الصفات فرد لنا به تتم المعرفة وواحد ذاتا وفعلا وصفة فهو القديم وحده والباقي في القلب نحن وهو في الإطلاق وهو السميع والبصير لم يزل بغير ما جارحة وفي الأزل له كلام ليس كالمعروف جل عن الأصوات والحروف أرسل رسل له الكرام فينا مبشرين بل ومنذرين أيدهم بالصدق والأمانة والحفظ والعصمة والصيانة أولهم آدم ثم الآخر محمد وهو النبي الآخر وصحبهم جميعهم على هدى تفضيلهم مرتب بالاعتداء فهم أبو بكر وبعده عمر وبعده عثمان ذو الوجه الأفضل ثم علي ثم باقي العشرة وهي التي في جنة مبشرة وكل ما عنه النبي أخبر فإنه محقق بلا انتراء من نحو أمر القبر والقيامة وكل ما كان له علامة مثل طلوع الشمس من مغربها وقصة الدجال كنت بها وكل ما عنه النبي أخبر فإنه محقق بلا انتراء من نحو أمر القبر والقيامة وكل ما كان له علامة مثل طلوع الشمس من مغربها وقصة الدجال كن منتبها هذا هو الحق المبين الواضح وبالذي فيه الغناء ناضحه